احلى تحيه واحلى سلام لكل مشاهدي قناه الشروق الاخباريه وين ما كنت داخل او خارج الوطن ننقلكم لكم صباح الانوار عليكم بدايه يوم موافقه وعطله نهايه اسبوع للجميع ان شاء الله موافقه و جميل إذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليومي الصباحي الشروق مورنينغ اللي طلع عليكم يوميا في تمام الساعة السابعة إلى غاية العاشرة إلا ربع فقط أيام نهاية الأسبوع ولا الويكند في تمام الساعة الثامنة دائما إلى غاية العاشرة إلا ربع بباقة مشكلة ومنوعة من الأخبار المواضيع والضيوف لدائما ما يحطوا رحالهم في برنامجنا من أجل مناقشة مختلف المواضيع اللي تمكم وتخصكم من وتكون دائما من اقتراحكم اذا كل عاده فقرتنا ولا برنامجنا لنهار اليوم منوع مشكل ايضا وغني بالمعلومات خلينا نقول والفقرات اللي راح ترافقنا طيله عمر البرنامج فقط بقوا اوفياء لينا الى غايه العاشره الا ربع بدايه كل عدد مشاهدنا الكرام ضروري نذكركم ونخبركم بمحتوى الحلقه ومحتوانا لنهار اليوم في فقرات قاره والافتواء تعودت عليها يوم الجمعه وهي فقرار رياضية خصصناها لكم من اجل دائما انشغالاتكم طبعا على بالنا بالجزائريين نهاية العطلة الكثير منكم يمارسون الرياضة ان كان داخل قاعة الرياضة او في الهواء الطلق طبعا جزائرنا كبيرة وعريقة فالاكيد انه بزاف منكم يحبوا ويفضلوا ممارسة الرياضة في الاماكن العمومية ولا في الجبال بالنسبة للناس اللي قريبة اليوم اليوم راح نحكوا على موضوع مهم جدا وهو تداخل بعض التمارين الرياضة فلا يعني رياضة واحدة إذا راح نتعرفوا على كل هذه التفاصيل بعد ما يلتحق بنا بعض لحظات الكوتش صهيب في البلاطو راح نسقسوه كل الأسئلة لتشغل بالكم ما تقلقوش فقرة الدين والحياة فقرة قرأ أيضا برنامج الشروق مورنيج اللي دائما ما فيها مواضيع دينية ومواضيع اجتماعية وموضوعنا لنهار اليوم مشاهدينا الكرام هو تقدير واحترام أهل الفضل قدوة والقدوة وضمانهم لاستقرار المجتمع دائما نحن نقول لكم في برنامجنا اليوم منذ رمضان خيرنا فقرة قارة في البرنامج وهي فقرة خير خير السلف دائما ما نجيبوا شخصيه ولا بواحده من الشخصيات الدينيه اللي لازم نتخذوها كقدوة في حياتنا اليومية من أجل ضمان استقرار الفرد وبالتالي نجاح المجتمع بالإضافة إلى مختلف المحطات اللي راح ترافقنا المحطات القارة من محطات معلوماتية اللي من خلالها نتعرف على جديد وأبرز الأبحاث والدراسات في مختلف الجامعات والمخابر والمختبرات العالمية ومحتوى آخر رح يكون حاضر معنا فقط تبقوا أوفياء لنبقوا على تواصل دائما معنا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد لحظات رح نعلنكم على سؤال التفاعلي ونطلب منكم باش تلتحقوا بالصفحة الخاصة بشروق نيوز باش جاوبوا عليه ويعني احنا نقراو تعليقاتكم راح تكون حاضره معنا في بلاطو الشروق تحيه واحلى سلام لكل مشاهدينا الكرام من ما كنتوا داخل او خارج الوطن مرحبا بكم من جديد مرحبا بكل الناس اللي انضمت والتحقت بنا الان نقول لكم برنامجنا راه في البدايه مختلف المواضيع راهي في انتظاركم ضيوف عده رميس وبشيل باش يلتحقوا بنا بعض اللحظات من اجل مناقشه ومعالجه مواضيع تكون دائما من اختياركم ولا من اقتراحكم وتصب دائما في اهتماماتكم وانشغالاتكم بداية خلوني نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دائما منصات التواصل الاجتماعي ما تكون هي رابط بيناتنا باش نعرفوا أصداء الحلقة باش نعرفوا أيضا آراءكم في مختلف المواضيع بعد طرحها فالأكيد أنه دائما موجودين وحاضرين بتعليقاتكم المختلفة وإحنا دائما ما نقرأها إضافة إلى الإيميل الظاهر أسفل الشاشة دائما ما نقول لكم أنه إيميلنا مفتوح للجميع للجم... للجم... نقول ومن بين الفقرات اللي دائما ما نستقبل فيها الإيميل وهي الحكمة اللي دائما تبعتونا أنتم وفريق أعدادنا يخ... يخير حكمة واحدة من بين كل اللي تبعتوه هنا دائما ما نقول أنه بلادنا كبيرة وشاسعة في كل بيت في كل عائلة في كل يعني مجتمع جزائري خليني نقول نقطة من ربوع الوطن عندهم أمثال وحكم شعبية مشهورين بها ومن لا يرددوها فالأكيد أنه مرحبا بها فقط أرسلوها لنا على الإيميل اللي هو شروق مورنينج 2022 الجيميل بالاضافه الى اذا كان عندكم مشاريع مصغره اذا كان عندكم معلومات اذا كان عندكم مواهب تحبوا تقاسموها وتشاركوها جمهور برنامج الشروق مورنينغ عليكم غير تراسلونا وتبعثوا كل المعلومات الكافيه الاسم اللقب وحتى رقم الهاتف وايضا فيديوهات خاصه بمواهبكم مرحبا بكم دائما منقول باب برنامج الشروق مورنينغ مفتوح للجميع وايضا ابواب الشروق الاخباريه مفتوحه للجميع اذا مشاهدينا الكرام عندنا سؤال تفاعلي ايضا موجود بعد لحظات راح يكون موجود على الصفحه الخاصه بقناه الشروق الاخباريه مرحبا بكم ما عليكم غير تدخلوا الصفحه وتعلقوا لنا على هذا البوست اللي راح تلقاوه بعد لحظات قسم الملتي ميديا يعمل على انه ينزل هذا السؤال بعد لحظات باش نخبركم بإذن مشاهدينا الكرام بداية كل عدد بداية كل حلقة فقرات قارة تكون حاضرة معنا بما أنه يوم الجمعة فالأكيد أنه أنتم عندكم برنامج خاص بهذا اليوم إن كان خرجات سياحية إن كان زيارة للأقارب إن كان ممارسات رياضية في مختلف المناطق في الجزائر الجبال وحتى الساحات العمومية قبل ما تخرجوا من ديوركم قبل ما تلتحقوا بهذا الأماكن ضروري جدا تتعرفوا على الوضعية الجوية وأحوال الطقس خارج المنازل ما نطولوش عليكم نخلوكم مع أحوال الطقس في هذا الورقة من بعد نرجع إلى البلاطو أو برنامج الشروق مورنينج باش نواصلوا برنامجنا في إعطاء المعلومة واستقبال الضيوف تحية متجددة إلى كل جمهور قناة الشروق الإخبارية متتبعة أو في برنامج الشروق مورنينغ وين ما كنت داخل أو خارج الوطن نقول لكم مرحبا بكم نقول لكم أيضا بداية يوم موافقة للجميع وعطلة نهاية أسبوع جميلة إن شاء الله على الجميع تقضوها إذا إن شاء الله بكل متعة وحب مع الأسر ديالكم ومع أحبائكم خاصة أنه دائما منقول في هذا الأيام يعني الأجواء جميلة يعني الجو هادئ فالأكيد أنه لازم تغتنموا الفرصة قبل ما يدخل الصيف والحر باش تحوسوا بلادكم باش تخرجوا في رحلات سياحية خاصة نقول أنه شبابنا اليوم مولعين بالسياحة ومواقع التواصل الاجتماعي زادت الجزائر يعني سياحة داخلية خليني نقول شباب راهم خاصة بعد ما ينشروا فيديوهات وصور تصور يعني لأول مرة في أماكن لأول مرة يزوروها كلنا كشباب وكلنا كجزائريين نتأثر بهذا الصور ونحب نروح نزوروا هذا الأماكن صراحة نقول أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في التعريف بمختلف المناطق في مختلف الولايات وبالتالي ليزاجونس توريستيك ولا وكالات السياحة والأصفار راهي تساهم وراهي تسعى دائما انها توفر رحلات باقل الاسعار لكل الشباب فتحيه لكل الناس اللي تساهم في الترويج الى السياحه الجزائريه ان كان داخليا ولا حتى على المستوى الخارجي فالاكيد أن نتمنى لكم عطله نهايه اسبوع وموافقه وجميله ايضا وصوروا اذا كان خرجتوا في رحلات سياحيه وبعثوا على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا المناطق اللي رحتوا لها نتعرفوا على اجمل الاماكن نقول والمناطق السياحية في الجزائر مش فقط في الشمال الجزائري حتى المناطق الداخلية فيها أماكن جميلة جدا والمناطق الصحراوية بلا ما عليها سحر وخل مناطق خلابة خلينا نقول دائما ما نشوفوا الشباب ينشروا الصور يغيرونا يعني نحبوا نروحوا فمعليش تنقلوا لنا الصور وحنا ننقلوها إلى الجمهور داخل أو خارج الوطن وحتى الجمهور العربي اللي يشوف قناة الشروق الإخبارية لازم يشوف جمال وسحر الجزائر الجوهرة إذا مشاهدينا الكرام بداية كل عدد أيضا كان فقرة قارة في البرنامج دائما ما نحب نسلط الضوء على كل تراثنا اللامادي وثقافتنا الجزائرية فنروح نقرأ حكمة لتكون دائما من اقتراحكم وحكمتنا لنهار اليوم اللي خيرها لكم فريق الإعداد تقول يلا نشوفها في الشاشة مع بعض ونقرأوها وإياكم حكمة اليوم تقول إياك والرضا عن نفسك فإنه يضطرك إلى الخمول وإياك والغرور فإنه يظهر للناس نقائصك كلها ولا يخفيها إلا عليك نعود نقرأ حكمة اليوم مع بعض باش نتمعنوا في كل كلمة فيها لأن كل كلمة لها معنى حكمة اليوم تقول إياك والرضا عن نفسك فإنه يضطرك إلى الخمول واياك والغرور فانه يظهر للناس نقائصك كلها ولا يخفيها الا عليك اذا كانت هذه حكمه اليوم اللي لكم فريق اعداد برنامج الشروق مورنينغ تحكي على الثقة النفس وتحكي ايضا على الغرور لأنه الناس بزاف تخلط بين الثقة بالنفس وتخلط بالغرور دائماً ما أن الغرور هو مقبرة النجاح فالناس دائماً لما تنغر بعملها بنجاحها بوصولها إلى ما أهدافها خليني أنقول فهي ترجع يعني بألاف الخطوات إلى الوراء لأن الإنسان لما يقول لك أنا وصلت للمكان خلاص وصلت فبالتالي راح يتوقف على الجدة توقف على الجهد و... على المواصله في النجاح وبالتالي يرجع ويشوف الناس كامل تقدمته وفاتته وهو يبقى حابس في مكانه وما عيوبه فضروري ان الانسان دائما ما يقول ما وصلتش ما زالني نحاول لانه الدنيا تبقى محاولات ونجاحات واستمراريه في النجاح نجاح سهل ربما ولكن الاستمراريه في النجاح هو الاصعب هذه اللي نشوفها انا يعني من منظور الشخصي البقاء في النجاح اصعب حاجه اذا مشاهدينا الكرام نخبركم ولا نقولكم سؤالنا التفاعلي لبعض لحظات ما ينزل على صفحتنا الخاصة ولا الصفحة الخاصة بقناة الشروق الإخبارية واللي هو ماذا بينا نتعرفوا على برنامجكم اليومي لنهاية الأسبوع كان بزاف يحبوا ويفضلوا الراحة وفقط يريحوا ويناموا ياخذوا راحتهم طيلة اليوم كان ناس بزاف تحب تمارس الرياضة كان ناس عندها برنامج مكثف يوم الجمعة يعني ما يعرفوش آه الراحة هذه فاش دايرة فبالتالي كاين الناس عندها عمل تاني كاين الناس عندها رياضة كاين الناس تسافر بالنسبة للناس اللي ساكنين في مناطق أخرى ويخدموا في مناطق أخرى فنهاية الأسبوع كاين بزاف تسافر وتروح تزور العائلة هذا وحده نشاط نهاية الأسبوع نقول لكم يعني إن شاء الله طريق سليمة روحوا فقط بحذر في الطريق لأنه دائما ما نقول إرهاب الطرقات مستمر وحوادث المرور في زيادة مستمرة في الأكيد أنه الإنسان يروح في عقله باش يوصل إلى عقل عائلته وعائلتك دائما في انتظارك تفكر أنه عائلتك في انتظارك أولادك في انتظارك عائلتك يماك خوتك روح سوق بالعقل بالعقل و اذا كان فات عليك يعني البوست فقط غاري كومنت لنا راك دير في اليوم وكمل سياقتك وكمل مسيرتك اليوميه خلوني نذكركم ايضا بمحتوى حلقتنا لنهار اليوم دائما يوم الجمعه عندنا فقرات قاره في البرنامج ان كان فقرات دينيه فقرات رياضيه وفقرات المجتمع ايضا لتكون حاضره في يوم الجمعه في فقرات الرياضه هذه المره راح يكون حاضر معنا الكوتش وراح يلتحق بنا بعض لحظات صهيب حماشي وراح يدير حركات رياضيه ولكن موضوعنا الرئيسي لنهار اليوم هو آه رياضة كمال الأجسام ورفع الأثقال تداخل التمارين لا يعني رياضة واحدة لأنه ناس بزاف ما تفرقش لما تشوف ممارسة بعض الرياضية التمارين الرياضية في مختلف الرياضات تقول لك نفسها ولكن أبدا ما تكونش نفسها خاصة لما يكون عندك برنامج رياضي يومي فبالتالي كل رياضة وعندها تمارينها وعندها برنامجها ال خاص هذا ما راح عليه هو ما نقف عنده في فقرة الرياضة لنهار اليوم أما في فقرة الدين والحياة بعد لحظات راح يلتحق بنا فضيلة الشيخ جمال غول وأن نفتح هذا العدد موضوع تقدير واحترام أهل الفضل كقدوة لضمان استقرار المجتمعات في رمضان بنا هذه الفقرة الخاصة في برنامج الشروق ومورنينج وين كل عدد نفتحوا ونسلطوا الضوء على شخصيه من خير السلف نحكوا على تفاصيلها نحكوا على حياتها نحكوا على صفاتها الحميده اللي ما الى غايه اليوم الشعب الجزائري ولا المواطن الجزائري ولا حتى المسلمين وين ما كانوا يقتدون بها راح نتعرفوا على فضل هذا ربما الاقتداء بهذا الناس في حياتنا اليوميه وضمان نجاح الفرد واستقرار المجتمع راح نفصله اكثر واكثر في هذا الموضوع بعد ما يلتحق بنا فضيله الشيخ جمال غول بعد لحظات في بلاطو الشروق مورنينج بالاضافه الى مختلف الفقرات اللي راح تكون حاضره معنا في بلاطو الشروق مورنينج اذا تحيه متجدده لكل الناس اللي التحقت بنا الان ولكن وصلنا الى فقره الرياضيه بعد هذا الفاصل الصغير يلا إذا في الفقرة الرياضية كما قلنا لكم في بداية العدد موضوعنا لنهار اليوم هو تداخل بعض التمارين الرياضية لا يعني هو رياضة واحدة باش تنفصلوا أكثر في هذا الموضوع يلتحق بنا في هذا الأثناء الكوتش صهيب حماشي خلوني نقول صباح الأنوار كوتش صباح الخير اخي يوسف صباح النور المشاهدين الكرام جمعه مباركه للجميع ان شاء الله شكرا لك كوتش صهيب غبت علينا <applause> انا ولينا ان شاء الله شكرا لكم مرحبا بك بلاطو الشروق مورنينغ آه بدايه ناس بزاف تشوف تمارين رياضيه مختلفه خاصه الناس لتلجأ الى تطبيق اليوتيوب اللي اليوم راه مليء بالمعلومات نعم. والممارسات والتمارين الرياضيه ولكن ما يعرفوش يفرقوا بين مختلف التمارين الرياضيه فيروحوا يمارسوا اي تمرين وما على اي رياضه يقوموا بها نعم اليوم يعني موضوعنا هو الفرق ما بين رياضه كمال الاجسام ورياضه رفع الاثقال رفع الاثقال هذا رياضتين يمارسوا في نفس القاعه يعني مم. في نفس القاعه ممكن انك تجد رياضي رفع اثقال ورياضي كمال اجسام لكن ايضا اسمح لي فقط نقاطك بنفس لي خلينا نعم أو بنفس المعدات مهندات. بنفس لكن بتمارين مختلفه ببرنامج رياضي مختلف ببرنامج غذائي مختلف مم. بمدرب مختلف بمنافسات مختلفه مم. يعني هما رياضتين يتمارسوا في نفس القاعه لكن كما نقولوا منفصلتين عن عن بعضهم البعض كيفاش يقدر الانسان يفرق بين هذه الرياضه وهذه الرياضه يعني احنا آه نهضروا على المبتدئين نعم هنا نشوفوا رغبة الرياضي، مم. يعني وين راه حاب يوصل؟ كاين كاين الرياضي اللي يحب أنه يكون عنده جسم منحوت يشارك به في المسابقات، وكاين الرياضي اللي للقوة العضلية، اللي يحبوا أنهم يديروا رفع أثقال، يعني هنا تولي للميول تاع الرياضي، هو اللي يخير اسكو يدير رفع أثقال ولا يدير رياضة كمال الأتهام. جميل جدا، وبالنسبة للرياضي اللي يحب يدخل الرياضة فقط في حياته اليومية من أجل صحته، واش ننصحه؟ نعم ننصحه بتمارين الرياضية يعني كل كل ثلاث مرات في الأسبوع يعني تكفيه برنامج غذائي مدروس ويمد الراحة راح إن شاء الله تكون النتيجة يعني الريح الراحة والأكل هما عنصر أساسي ومهم نعم. أكثر من ممارسة الرياضة ربما بطبيعة يعني كما نقول الرياضة والأكل تمثل 70% من النتيجة نسبة بي... كبيرة نعم نعم بدون بدون اكل اكل صال اكل كيما نقولوا صحي وسليم ومدروس وبدون آه وبدون يعني النوم والراحه اللي تمدها العضله تاعك ما راحش تكون نتيجه اذا كنت تمارس رياضه كمال الاجسام وما تمدش الظروف تاع ريكوبيراسيون للعضلات والاسترجاع. جميل جدا ولكن نعم. شباب اليوم كلهم يتجهون إلى ممارسة الرياضة ويحبوا يعني خلينا نقولوا عضلات يحبوا خاصة في جسم. فصل خاصة في هذه الفترة في, فصل في فترة في فصل الصيف يعني كما نقولوا الرياضة هذه راهي توندونس راهي رياضة العصر خاصة كما قلت لك في فصل الصيف وشنو ش... هي الرياضة اللي تنصح بها الشباب اللي يحبوا زياده الكتله العضليه نعم رياضه كمال الاجسام هي الرياضه المثاليه لزياده الكتله العضليه لكن الرياضي لازم يتوفروا فيه كما قلنا الشروط اللازمه مم. انه باش يحقق هذه النتيجه في زياده الكتله العضليه اذا راح تعطيهم برنامج خاص ولا رح تعطيهم الفرق بين مختلف الرياضات اليوم نعم ان شاء الله راح على الفرق ما بين رياضه كمال الاجسام ورياضه رفع الاثقال مم. نعم ان شاء الله جميل جدا اعطينا فرق بسيط قبل ما تروح نوجهك الى البلاطو باش تمارس ان شاء الله صح اليوم راح نديروا تمارين رياضه تمارين الكارديو باستخدام العتبه، يعني الناس اللي يكونوا معنا في البيت يقدروا يمارسوا هذه هذه الرياضه في البيت، اما بالنسبه للفرق ما بين ما بين رياضه رفع الاثقال ورياضه كمال الأجسام نبدأ يعني برياضه رفع الاثقال، رياضه رفع الاثقال ما يهمش فيها كما نقولوا الجسم الرياضي، ها. يعني ما تهمش انه الجسم تاعه يكون منحوت ولا تكون عنده عضلات كبيره. شكل الجسم مهمش. نعم, نعم. نتحدثوا على المنافسات، الرياضي المهم كيما نقولوا مهمته في في المنافسه انه يرفض اكبر عدد ممكن من الاوزان لتحصيل اكبر عدد ممكن من النقاط ولكن اسمح لي قلت نقطه مهمه في هذه الاثناء قلت ما يهمش الا كان عنده عضلات كبيره ما. في الجسم ناس بزاف عندهم معلومات مغلوطه يقولوا باللي الانسان اللي يرفع بزاف عنده عضلات كتله عضليه كبيره لا هذه هذه معلومه هذه معلومه كيما نقولوا معلومه غلطه نعم غلطه شويه لانه بالنسبه لرياضه كمال الاجسام هي رياضه استعراضيه لا لا نهضروا على رياضة رفع الأثقال نعم رياضة رفع الأثقال الرياضي مشي لازم يكون عنده عضلات مهم. المهم يكون أنه خادم كما نقوله الأعصاب توعه والقوة البدنية تكون عنده قوة بدنية كبيرة أنه يقدر يرفد أكبر عدد ممكن من من الأثقال اللي هما نحكيو على المنافسات اللي فيها ثلاث تمارين مهم. تمارين الديد ليفت الرفع الميتة تمرين تمرين شهير السكوات مه. وتمرين البنش بريس نعم هذا هما ثلاث تمارين اللي فيهم اكبر عدد من النقاط والفائز اللي هو اللي يرفع اكبر عدد من الاوزان. طيب الفرقه الثانيه اللي هو بالنسبه الى آآ، لرياضه آآ نعم كمال ب... بالنسبه لرياضه كمال الاجسام رياضي كمال الاجسام لا يحتاج انه يرفع يرفع اثقال كبيره في القاعه رياضي كمال الاجسام لازم انه يكون كيما نقولوا تكون لا كونسونطراسيون تاعو في لونطريمون انه يحاول انه يخدم العضله تاعو اكبر من انه يركز على الاوزان ما انا نرفد اوزان كبيره والعضله تاعي ماهيش خدامه تما ندير وزن وزن كيما نقولوا يكون مثالي. وزن مثالي يكون في نورم ونخدم العضله تاعي كل ما نخدم الياف عضليه اكبر كل ما تكون الريكبيراسيون تاعي راح تكون النتيجه. مم. شحال الانسان س... يحتاج راحه الى الجسم في اليوم؟ اسمح لي اخي سؤال سم... يعني بار... مثلا يمارس نعم. الرياضه ساعه او ساعتين هو الوقت المنصوح به نعم. ولكن الجسم تاعو يحتاج الى راحه باش يريكوبيري سم... جسم الانسان نعم. بعد ممارسه جسم... الرياضه نعم. شحال يلزم له وقت؟ نعم جسم الانسان يحتاج ثمن, ثمن ساعات من النوم في اليوم. من يعني النوم لانه نعم اليوم تاعنا طويل هو فيه نشاطات نتحركوا نخدموا نخرجوا ومن بعد العشيه نمارسوا الرياضه نعم موراها كاين عندهم ايضا مشاغل في حياتهم اليوميه ولكن ]ها. ما في اليوم شحال هو الوقت اللي تنصح به ربما الرياضيين يكون كافي انهم يريحوا. نعم يعني الرياضي كما قلنا الراحة مفيدة جدا للعضلات الرياضي الوقت اللي يقدر يكون فيه يوفر الراحة للجسم تاعه يعني كما نقولوا الرياضي هنا يكون انتليجون يوفر الراحة قدر المستطاع للجسم تاعه مم. أما فيما يخص النوم قلنا ثمان ساعات من الأفضل كما نقولوا أنها تكون في الليل ومن الأفضل تكون ساعتين قبل يعني قبل يعني 12 ساعة الليل ساعتين يعني, يعني نعم. العشره مليحه العشر العشره مليحه يعني إلى ماشي غيرت... ماشي انه نرقدوا ثمان سوايع في النهار ونقولوا رانا وفينا الاحتياج تاع الجسم تاعنا لانه النوم تاع الليل لا يعوض نعم ربي سبحانه قالك لك وجعلنا الليله اللي طيب كوتش كسؤال ايضا ربما يتبادر في ذهن المشاهدين هذه الاثناء رياضه الفتنس نعم وشنو هي رياضه الفتنس في تعريفك الخاص انت يا كتبسيط للناس اللي راهي تشوف نعم رياضه ال رياضه الفتنس هي فرع من فروع رياضه كمال الاجسام يعني كما نقولوا في المسابقات سواء تاع رياضه كمال الاجسام عندنا عده عندنا عده كما نقولوا بزاف لي كاتيجوري عندنا بودي بيلدينغ اسمح لي حتى يعني الانسان لما يتجه الى قاعات الرياضيه يلقى برنامج يقول لك كارديو فيتنس <applause> في <الناس>، ميسكيلاسيون يقول لك <applause> <applause> لكن الناس ما, ما بكل نعم صراحه ما تتجراش تسقسي نعم. <applause> آه ريسبسيونيست ولا تاع الاستقبال ولا باش يفهمها في كل نقطه وشنو هي نعم اكزاكتومون كيما قلت لك كاين بزاف فروع وكل واحد على حساب الهدف تاعه كما إحنا عندنا قاعه رياضيه يجوا لنا القاعة يقول لك انا مانيش حاب نضخم العضله تاعي بزاف واحد يجي حاب يدير ينقص البوا تاعو تسمى حنا الرغبه تاع الرياضي فهمتني كي نروحوا للمسابقات كيما قلت لك عندنا بزاف لي كاتيجوري عندنا بودي بيلدينغ بودي كلاسيك مانس فيزيك المانس فيزيك هي هذه كيما نقول الاسم العلمي تاعها اللي حنا نقولها رياضه الفيتنس <applause> <applause> المانس فيزيك انه الرياضي ما يكونش عنده عضلات ضخمه من في المسابقه يشوفوا الجسم الرشيق اللي يكون يعني باقل نسبه من الدهون وكتله عضليه ما تكونش كبيره بزاف يعني تكون جسم متوازن اكزاكتومون يكون جسم متوازن كل العضلات يعني كما نقولوا متوازنه لا سيميتري تكون عنده لا سيميتري انا نشوف باللي هذه يا الرياضه المثاليه اسمح لي ولا كمال الاجسام ولا رفع بالنسبه لي كل <applause> واحد كل واحد والرغبه تاعو والهدف ديالو كي... نعم كاين اللي يحب تكون عنده عض... كاين اللي قد ما يكونوا عضلات تاعو كبار ما راحش يقنع بهم وكاين اللي يقنع بشيء بسيط وكاين اللي الهدف تاعو انه غير ينحي الدهون برك يقول لك معليش لي انسان عادي كل واحد والهدف تاعو من هذه الرياضه يلا نصيحتك لكل الفتيات وشنو هي الرياضه اللي يمارسوها نعم رياضه الفيتنس ري... رياضه الفتنس نعم اكزاكتوم. رياضه الفتنس هي الرياضه المثاليه للنساء وللفتيات كذلك رياضه السباحه تساعدهم بزاف بالنسبه للاوقات نعم. الرياضيه هل نفسها للشباب للبنات ساعه ساعتين كافيه نعم نعم يعني ما نقدروش كي اخي يوسف نعم على الناس كامل مم. كل واحد فينا هو حاله خاصة ولكن المعدل الطبيعي لممارسه الرياضه 45 دقيقه في خمسة 45 دقيقه لانه هنا بعد بعد 45 دقيقه حتى الساعه يرتفع عندنا هرمون الكورتيزول في في الجسم له اللي هو, هرمون الهدم نعم هو هرمون هدم العضلات لهذا الهرمون اللي كما نقولوا نحاولوا ان نتحايلوا عليه ما نخليوهش يطلع لانه غير مفيد لنا كوتش صهيب ايضا كنقطه اخيره قبل ما نخليك تمارس نعم. الرياضه هضرت بزاف ولكن <applause> نعم. الاسئله <اللي> <applause> كثيره في نعم. باش نوضحوا فقط ان شاء الله نقدروا نوضحوا جميعا كاين ناس بزاف يعني طيله اليوم ما تتحركش نعم. تعتمد في يومها فقط على ال 45 دقيقة ولا ساعة تاع ممارسة الرياضة ويقول لك باللي أنني نمارس الرياضة هل هذا كافي للإنسان باش يعني يكون في صحة جيدة والدم يكون يمشي بطريقة طبيعية؟ نعم الرياضة لا تعوض يعني كما نقولوا الرياضة داخل القاعة لا تعوض النشاط اليومي السليم للإنسان يعني مثلا أنه كما ذوك احنا نشوفوا يروح يشري خبزة يروح طونوبيل خويا نروح على رجلية نتنفس الهواء النقي وفي هذاك الوقت راني بروفيتي ونمارس الرياضه يعني كما نقولوا لازم الانسان يكون ذكي جدا في في, في اليوميات انه يحاول يبروفيتي وخاصه الرياضه المشي رياضه مفيده جدا جميل جدا اسمح لي طولت في الهضره نعم. ولكن خليت مع شمع. الرياضه نغتنم الفرصه بما انك حاضر لهنا إن تفضل ان شاء الله شكرا اخي السلام عليكم مشاهدينا الكرام اليوم عندنا رياضه الرياضه تاع اليوم هي رياضه ايروبيك وكارديو تمارين نقدروا نمارسوها في البيت اليوم عندنا راح نستعملوا العتبه ستيب اللي ما عندوش عتبه في الدار يقدر يستعمل حاجه كيما لي فقط يعني تقدروا تمارسوها في الدار تمارين للمبتدئين اي واحد فينا يقدر يقدر يمارسها نقطة مهمة فقط أنه لازم يكون المكان اللي تمارسوا فيه يكون مكان مهوى مكان مضيء مكان يساعدكم أنكم تمارسوا الرياضة في ظروف جيدة وتستفيدوا من الحصة تاعكم تمارين تاع اليوم راح تكون بالناس اللي حابه تنقص الوزن تمارين خاصه بالناس اللي كما قلنا اللي حابه تنقص الوزن طيب بسم الله نبداو بالتمارين كل جوله فيها 10 10 10 عدات ونديروا ثلاث جولات يعني ثلاث جولات كل جوله فيها 10 عدات بسم الله نبدأ التمرين الأول كما عدنا هاي ستيب هنا تحط الرجل اليسرى، الرجل اليمنى تكون على الأرض، اللي ما عندوش ستيب يستعمل درجة ونبدأ هاي أب هنا 1 2 واحد 4 5 6 7 9 اس اب أه. نكمل الرجل 3 4 5 6 7 8 9 10 كما شفتوا هنا كان هذا التمرين الاول مارسوا ثلاث جولات يعني كما درنا هنا احنا رانا درنا جوله واحده فقط ثم ديروا ثلاث جولات تريحوا ما بين الجوله والجوله دقيقتين تنفس ملاح تنفس مليح تشرب الماء ما بين الجولات وتكمل التمارين تاعك عدنا هنا التمرين الثاني ها هنا دار نقف مليح هنا يدي الأمام ونحط آه هنا كما قلنا نديرو كذلك عشر جولات كل جولة فيها عشر عدات ربوزيو لمدة دقيقتين ما بين جولات أكد على أهمية شرب الماء ما بين الجولات لازم تغذي الجسم تاعك جيدا بالماء لأن التعرق هذا لنا رانا فيه لازم نريكيبيريوه باستعمال الماء

تمرين مفيد جدا لزياده حرق الدهون في الجسم تمرين مفيد جدا للناس اللي حابه تنقص الوزن التمارين هذه تقدر تمارسها في الفتره الصباحيه قبل قبل اخذ وجبه الافطار يعني تمارسوها اجا الكرش تاعنا تكون فارغه ونبداو بممارسه هذه التمارين عندنا تمرين رابع هنا مفيد جدا لعضلات البطن لا اعطي دي على ستاب ونخدم تمارين تسلق الجبل هاي أوك. 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 هنا نعاود نحط رجلي الاخرى ونخدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et ديس أن هذا تمرين لعضلات البطن السفليه تمرين مفيد جدا انكم للناس اللي تق... نقص الوزن الناس اللي ماشي قادره تروح الناس اللي عندها ظروف خاصه انها ما تقدرش تروح القاعة بامكانيات بسيطه جدا يعني الناس كامل عندها عندها عتبه في البيت ولا تكون درجة الحاجة حاجه تكون عاليه شويه وتقدروا تمارسوا الرياضه في البيت زيدوا تمرين اخر شرب الماء غادي الجسم تاعنا بالماء اثناء ممارسه التمارين ايوه ونزيد هنا تمارين خاص بتقويه عضلات الصدر راح يكون انكليني شويه راح يكون نستعملوا كما قلنا العتبه تمارين الضغط هنا آب أيوة نحط يدي الجسم تاعي مستقيم هنا ونخدم ها أيوة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كان هذا تمرين هنا خاص بعضلة الصدر، فترة الراحة ما بين الجوالات هي دقيقتين، نتنفس فيها مليح، المكان اللي ندير فيه الرياضة يكون مهوى، مكان يكون مضيء جيدا، يعني كما قلنا تمرين المكان يكون مهيأ أنك تكون في مزاج جيد انك تمارس الرياضه اهميه شرب الماء ما بين الجولات راحة تخليك انك تكمل التمرين تاعك في ظروف جيده نزيدو تمرين اخر هنا لعضلات البطن نريح هنا على ستاب نحكم ونختم آه. دو. سانك سيس ست ويت نف. ايه <applause> هنا كذلك كان تمرين هذا مفيد جدا لعضلات البطن، لازم انكم تعرفوا انه تمارسوا هذا التمرين في البيت، كما قلنا باستخدام عتبه، تمارينات بسيطة اخي يوسف ومفيدة جدا، نعم بسيطة وكما نقولوا بعتاد، يعني ما عندوش عذر لماشي حاب يمارس الرياضة، تمرين ما تحق فيه أي عتاد، تقدر تمارسه في البيت، هنا بدو تمرين واحدة اخرى خاص بعضلات البطن كما كنا هنا اوب نرفع هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمرين هنا تاع ريزيستونس ها هنا نعاودو نرفع رجليك تخليهم مستقيمين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ربيان كان هذا التمرين كذلك خاص بعضلات البطن وكانت هذه هي سلسلة التمارين تاعنا اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها مشاهدينا الكرام بعتاد بسيط يعني الجميع إحنا يقدر أنه يمارس الرياضة في البيت كما قلنا بعتاد بسيط وبالتوفيق للجميع إن شاء الله هي تشرب نعم الماء في ممارسة ولا أثناء ممارسة الرياضة نعم بطبيعة الحال الأخ يوسف ممارسة الرياضة راح ينجر عليها تعرق كما راك أنا هنا يمارس بعض الحركات تعرق، هذا التعرق راحين يخرجوا ميك يخرجوا معاه كمية من الأملاح المعدنية اللي يسحقهم الجسم هنا يجي دور الماء في تعويض هذه الأملاح، يعني أهمية شرب الماء خاصة أثناء التمرين، كاين ناس يقول لك آه نشرب ما نشربش تمرين أثناء الماء باش آه أثناء التمرين ما نتقالش باش, باش ما نتقالش لكن العكس، الماء مفيد على مدار اليوم وخاصة أثناء التمرين أثناء التمرين شحال لازم نشربوا كمية الماء؟ من لتر إلى لتر ونصف كافية نعم كافية جدا شكرا لك كوتش صهيب هل عندك إضافات حب تضيفها معلومات كلمة توجهها للناس نعم يعني يعني كما قلنا ماذا بنا الجميع انه يمارس الرياضه بابسط الامكانيات الناس اللي ماشي الناس اللي, اللي ماشي قادره تروح لاصال الناس اللي ما عندهاش الامكانيات كما قلنا ان شاء الله راح نجيب لهم سلسله من التمارين على مدار الحصص بابسط الامكانيات يعني م. مثلا قارورة مياه يقدر يمارس تمارين تاعو كيما اليوم بعتبة ناس كامل عندها دي خالية في الدار كامل تمارس تمارين ما كانش عذر نعم وزيد يوم الجمعه يعني نهايه الاسبوع <applause> <تشفت> شكرا لك كوتش صهيب وشكرا على كل ما قدمته ان شاء الله ما هنا الى غايه العاشره الا ربع مواضيعنا ما زالها متواصله وفقرتنا ايضا ما حاضره في بلاطو الشروق مورنينغ وضيوفنا ايضا ما متواصلون متواصلين خلينا نقول وصلنا في هذا الاثناء الى فقره قاره يوم الجمعه وهي فقره الدين والحياه بعد هذا الفاصل إذن كما قلنا قلنا في بداية الحلقة موضوعنا لنهار اليوم في فقرة الدين والحياة واللي هو تقدير واحترام أهل الفضل والقدوات ضمان لاستقرار المجتمع باش نناقشوا ونعالجوا ونفصلوا في هذا الموضوع أكثر وأكثر يلتحق بنا في هذا الأثناء فضيلة الشيخ جمال غولي روحاضر في بلاطو الشروق مورنيك خليني نقول صباح الأنوار ومرحبا بك شيخنا صباح الخير بارك الله فيك شكرا لك اطلاله بسمك. جميله دائما منور برنامج وبلاطو الشروق ومورنينغ الشيخنا ان كان حضور شكلي ولا حتى معلومات تقدمهم للجمهور ان شاء الله ربي يوفقنا جميعا وربي يتقبل منا ان شاء الله تكون هذه الحصه وهذه الفقره تكون نافعه ومؤثره ومفيده في جميع المستمعين بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله شيخنا موضوعنا لنهار اليوم خيرناه جميل وهو الإقتداء بخير السلف ضرورة حتمية اليوم باش الناس تعود ترجع إلى الأصل الناس نقولوا أنه تتمسك بدينها ماشي عادات وتقاليد ولكن هي أكثر من هذا ولكن قيم نعم مجتمعية باش يعاود يرجع المجتمع ويعاود إلى الشمل. بداية شيخنا شكون هما أهل الفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المجتمعات القويه والامم المتحضره محور محور دورانها محور تفكيرها محور استثمارها هو بناء الانسان. فبناء الانسان مقدم على بناء الجدران وهذا معروف في التاريخ له شواهد عديدة وكثيرة ولذلك الأعداء أعداء الأمم اللي يحبوا يكسروا أمة اللي يحبوا يكسروا حضارة اللي يحبوا يحتلوا بلاد معينة فعندهم نظرية أنه ينبغي عليك أن, أن تبدأ بهدم ثلاث مقومات في هذه الدولة أو في هذه الحضارة أو في هذه الأمة هذه المقومات أولا هي الأسرة اللي هي المحضن الأول لبناء الانسان وثانيا المدرسه وهي المحضن الثاني الذي يبني الانسان بناء صحيحا ثم القدوات اهل الخبره اهل العلم اهل القدوات اهل النخبه الحقيقيه الفاعله فهذا هو محور عمل اعداء الامم في تكسير هذه الامم ان تكسر هذه المقومات الثلاث اللي هي الاسره والمدرسه وأهل القدوه يعني الناس الناس الذين مفروض ان يكونوا هم هم من يقتدى بهم يعني المفروض الشباب الاجيال شكون تبع تبع هذا الناس اهل القدوه واهل الفضل طبعا اذا كسرنا اهل القدوات اذا شوهناهم اذا اعتدينا عليهم اذا اذا بعدناهم عن المشهد اذا لم نبرزهم الطبيعه لا تقبل الفرق فالشباب راح يتخذون قدوات اخرين وهذا اللي وقع فيه اليوم كثير من الشباب اليوم اذا اذا رايت الشباب تاع اليوم شبابنا اللي احنا نحب لهم الخير ونحب يكونوا في مستوى المسؤوليه اللي هما اللي هما امل ومستقبل هذه هي الامه لما نشوفوا الشباب الان عندهم تسريحه تسريحه شعر معينه لا تليق لما نشوفهم لابسين حوايج مقطعين يعني منين جابوا هذا الأهل السلوك هل جابوه من عند الشيخ عبد الحميد بن باديس من عند الامير عبد القادر من عند مصطفى بن بولعيد من عند العربي بن مهيدي ماشي من عند هذوما جابوهم من عند ناس تافهين فنانين بين قوسين لاعبين مغنين الى آخرهم فالان معناها الشباب تاعنا راهم عندهم قدوه غير صحيحه وهنا خطر كبير جدا لما ابنائنا اولادنا شبابنا يرتبطون بقدوه غير صحيحه غير صالحه راح معناتها راح معهم في فسادهم راح يمشيو معهم في انحرافهم رح بدل ان يكون القدوه لتقودهم الى الخير صح. تقودهم الى الصلاح فيولي هناك خطر كبير جدا في في المجتمع الذي آه، الذي يكون هذا هذا حالهم فلذلك لما نرجع الى تاريخنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى ببناء ببناء الرجال ولم يعتني ببناء الجدران يعني شوف المسجد وما ادراك رغم قداسته ومكانته البناء اللي خلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو بناء بسيط جدا جدا يعني بناء جامع اعمدته من جذوع النخل وسقفه من جريد السعف النخل ماشي مفرش بطابي طابي دور ولا طابي واحد اخر ولكن في نفس الوقت هذاك البناء البسيط خرج رجال رجال واش داروا هذا الرجال في خلال خمسين سنة خمسين سنة استطاعوا أن يصلوا بالخير تاع الإسلام بالفتح بالعدالة بنشر الفضيلة وصلوا إلى الصين في خمسين سنة وصلوا إلى حدود فرنسا وهذا في في التاريخ شيء عظيم جدا ما كانش إمبراطورية وصلت إلى هذا الحجم في هذه المدة القصيرة لماذا؟ لأنه كان هناك استثمار حقيقي في بناء الرجال ولذلك يذكر التاريخ أن الصين معروفه الصين بنت سور الصين العظيم اللي اليوم اصبح محطه من اهم محطات السياحيه في الصين. بنوا من اجل ان يحموا الصين من من الهجومات الخارجيه. يقول المؤرخون انه لما بنوا لما بنوا الصين عفوا لما بنوا السور في خلال المده اللي تلت جات بعد بناء السور، تعرضت الصين الى اكثر من ثلاث هجمات الى غزو كبير جدا واستطاعوا ان يدخلوا الى الصين. فلما بحثوا في الاسباب وجدوا ان ان الغزاة والمهاجمون ما دخلوش بتكسير الصور ولا بالصعود عليه دخلوا من الباب كيفاش دخلوا من الباب؟ قال لك شراو شراو الأساس شراو العساس برشاوه بي, بي, ودخلوا دخلوا بكل سهوله يعني تعتبر على الفاضي لماذا؟ على الصحة الفاضي تاعهم لانهم استثمروا في بناء الجدران صور للريجال. ما بنوش الانسان صح. وكان بنوا الانسان وبنوا الرجال الرجال ما يقبلوش يبيعوا بلادهم لاي سبب كان مهما كان الغرض مهما كان الثمن لكن لما بنوا الصور وخلوا بناء الرجال شوف واش واش لهم فلذلك احنا اليوم اليوم ننادي ننادي الى ابراز القدوات التي ينبغي ان تكون هي محل القدوه عند شبابنا باش تساهم, تساهم في بناء هذا الشباب أهمية إبراز وإعادة القدوة واللي هما دائما خيرة السلف نقول دائما في المظهر ولا في الصورة عن شبابنا اليوم طبعا الأهمية كبيرة جدا فلما لما نبرز هذا الناس اللي هما أهل عقول صحيحة وأهل سلوك صحيح وأهل خبرة وأهل صلاح يقودون المجتمع للخير للفضيلة سوف أولا نعطي قيمة للعلم لانه هذا الناس وصلوا الى هذه المرتبه باش يكونوا قدوه في الخير بالعلم العلم ماشي هكذاك برك ماشي ماشي ناس سذج ناس جابوا حوايج تافهه ولمعت بطريقه او باخرى في وسائل التواصل واصبحت حاجه كبيره هي في الحقيقه مش حاجه كبيره فاما العلم فالعلم حقيقه هو هو الذي نحتاجه في في جل ازماتنا لما اصابت الجزائر الكورونا هل هل نفعنا نفعنا اللاعبين ومن ينفعونا ولا المغنون اللي نفعونا باش نلقاو حل باش نديروا وقايه باش نديروا نديروا وسائل وسائل اهل العلم هم اهل العلم, العلم لازم اهل العلم هم اللي نصيبوهم في وقت الازمات هذا العلم مع طبعا مع الدين لانه لانه العالم اذا لم يزكى اذا لم يكن اذا لم يكن يخاف ربي سبحانه راح يقدر يدير امور لا تليق بالعلم لك يقول لك خاف اللي ما يخافش الله نعم, نعم بارك الله فيك ولذلك ربي سبحانه لما لخصنا رساله الانبياء قال قال ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم كاين التعليم وكاين كاين التزكية. فالعالم كاين الناس الان عندهم شهادات كبرى من جامعات كبيرة ولكن ما عندهمش الدين ما, ما ترباوش على تزكية النفس على خوف ربي سبحانه على حماية المجتمع على خوف الخوف على أفراد المجتمع فيدوا طمت بالعلم تاعهم تاعهم حكموا مناصب ضيعوا ضيعوا تلك المناصب قاموا بأمور إلى آخره معروفة. فهذا الإبراز تاع القدوات هو إبراز للعلم وللدين. مع أنها الشباب يولي يعني يشوف لما يشوف هذاك قدوه يولي يتمنى يكون كما هو صح. يولي يولي يدير قيمه لعقله قيمه لهذا العلم علم. فلا لا يمشي وراء الانحرافات والسلوكات المشينه وعلى راسها هذه تعاطي المخدرات لما انسان يتعاطى مخدرات ما دارش قيمه لعقله ما دارش قيمه لعقله يضيع في عقله اللي هي العقل اللي هو ربي سبحانه كرم الانسان بهذا بهذا العقل فنبرز العلم قيمة العلم في المجتمع وقيمة التربية الصحيحة في المجتمع ثم بعد ذلك راح يكونوا محل قدوة بمعنى راح نجنب راح نجنب أولادنا باش يروحوا يقتدون بناس ما همش أهل قدوة فيروحوا القدوة الصحيحة لما نبرزوا القدوات عن طريق الاعلام في المساجد، في المدارس، في الكتب، في المقررات، في المناهج، راح شبابنا اجيالنا راح نوجهوها الى الى اتباع القدوه الصحيحه، وفي ذلك امان وضمان لهؤلاء الاولاد وضمان لاستقرار مجتمعنا من ان يمشي في انحراف خطير طبعا يؤدي الى افات اجتماعيه تنخر مجتمع وبالتالي تهدد استقراره من جميع النواحي الاجتماعيه، الاقتصاديه، الامنيه، ال... 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 الاخلاقيه. وغير ذلك شيخنا ايضا كسؤال ربما يتبادر في ذهني ما هي اهميه ربما نسب الفضل لاهل الفضل نعم لانه لانه المجتمع الذي لا ينتشر فيه الخير والفضيله طبيعه لا تقبل فارغ ايضا راح ينتشر ويكون بيئه للفساد وللرذيله والعياذ بالله واذا المجتمع يعني اصبح اصبح يعني يغلب عليه الرذيله والعياذ بالله معناها راح مقومات هذا هذا المجتمع راح تكون في في الحضيض وبالعكس فنشر الفضيله ونشر الخير هذا سوف سوف يؤثر في جميع الناس باش يكونوا جميع الناس في هذا المنحة ولما ياثر في الناس فالاكيد الناس هم المجتمع و والمجتمع يقود المجتمع يتقوى الى الخير فيه ويقوى فيه الخير وبالتالي نسير الى الى الامان بخلاف العكس عندما نسقط القدوات اليوم اليوم من القدوات هي هي الام الام هي اللي هي العمود الفقري تاع الاسره الاسره اليوم بلا ام هذه الاسره هذه هذه اسره ما نقولش ما يعني ما عندهاش ما عندهاش الرابط الذي يربط بين جميع افراد الافراد العائله وافراد الاسره فلما لما نطيحوا من قيمه الام كأم يعني مربيه يعني شوف حتى في اللي يسموها يسموها الماكثه في البيت كانه ماكثه ما, ما بالعكس هي منتجه هي صانعه لاجيال صانعه لامه هذا الاسم في حد ذاته هو تحقير لعمل الام العظيم في في بيتها ثم يعني حتى الام الماكثه في البيت لما نشوفوا الجانب الاجره يعني الزوج اللي عنده مرته ما تخدمش يعطوا منحه من هذه يعني منحة لا تسمن ولا تغني من جوع صح. فيها تحقير لعمل هذه الأم ثم المدرسة المعلم هو محور المدرسة المعلم لما المعلم لازم نعطوه قيمته قد ما له قيمة ونزيدوا له قيمة راح نحميه مؤسسة تسمى المدرسة راح نحميه قدوة تسمى المدرسة راح نبنيه أب أب أبنائنا وأجيال يرتبطون بالمدرسة ارتباطا حقيقيا وثيقا ويعرفون قيمة العلم وقيمة المعلم ما لازمش ما لازمش نسعى في أي مسعى ليحقر من مكانه المعلم مهما كانت الاسباب، المعلم دائما يكون في شأنه. القاطره في شانه عالي في المجتمع من نواحي العديد من كل النواحي، مم. هو الذي يقدم في في, في 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 القنوات وفي البلاطوهات لتقديم الخير، هو الذي يكون مقدم في الرواتب وفي الاجور من اجل ان نحمي كرامته، من اجل ان, أن الابناء ما يلحقوش ما يلحقوش يتمسخروا بالمعلم لانه يحتاج الى لأن اعتداءات, لأن اعتداءات وإهان واهانات من أسوأ من أسوأ ما ما غرس في المجتمعات هو هذه المسرحيه البائسه المشؤومه مدرسه المشاغبين اللي علمت الناس التجرؤ على الاستاذ والمعلم بطريقه لا تليق ولم تكن في عاداتنا واعرافنا في الجزائر احنا بكري بكري المعلم يزقول الطالب يعني من يعني من خيمه الطالب تاع الامام تاع الجامع فما كانوش كان كانوا بكري احنا يحكوا لنا مازال الناس عايشين كي يشوفوا الاستاذ من يبدلوا الطريق احتراما وتوقيرا له وليس الان كما اليوم نتمسخر بالمعلم ونديروا عليه نكت ونديروا عليه رسومات كاريكاتوريه ونشرح طيب شيخنا ذلك. ما حكم التقليل من شان العلماء واهل نعم. الفضل؟ هذا هو واليوم حكم الحكم الشرعي يعني طبعا هذا 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 من المحرمات من المحرمات ربي سبحانه ربي سبحانه عظم مكانه العلماء والائمه والايات والاحاديث كثيره جدا جدا رب سبحانه قال انما يخشى الله من عباده العلماء قال رب سبحانه قال آه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائم بالقسط يعني اعظم شهاده خص بها الله سبحانه نفسه والملائكه واولو العلم تعزيزا لمكانتهم رب سبحانه قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فلما رب سبحانه يعظم مكانه العلماء فمن ينتقصها فقد خالف امر الله وارتكب محرما وارتكب كبيره ورب سبحانه قال ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن شعائر الله تعظيم العلماء وتعظيم العلم وتعظيم الائمه وائمه المساجد بمختلف رتبهم فكل من يتجرأ على الانتقاص من هذه المرتبه على الاعتداء عليهم على على التهكم عليهم على الاستهزاء بهم، على التنقيص من مكانتهم باي شكل من الاشكال، فقد وقع في كبيره عظيمه وفي محرم عظيم وقد يعني آه سوف يصاب بموت بموت قلبه وسوف يفقد اخرته، فبعض العلماء من الحكم قال لك يعني الاعتداء على العلماء هو فقد الاخره، والاعتداء على الامراء هو فقد فقد للدنيا، فلذلك التنقيص وعدم اعطاء المكان اللازمه لائمتنا وعلمائنا ومعلمينا هذا فيه خطر كبير جدا على انه سوف نسقط هذه القدوه فاذا اسقطنا القدوه وش معناها؟ معناها انا ماشيين عن قصد او عن غير قصد في مخططات الاعداء اللي من مخططاتهم انها تضرب تضرب القدوات في المجتمعات تضرب الاسره تضرب المدرسه وتضرب القدوات تسقطهم علاش لأنها مقومات المجتمع فإذا أسقطناهم سهل احتلال هذا البلد سهل احتلاله عسكريا فكريا آه تخريبيا بالمخدرات بترويج الأفات فنكون في طامة عظيمة جدا فليحذر هؤلاء الناس اللي يمشيوا عن قصد أو عن غير قصد في التهكم بالمعلمين بالأمهات بالأئمة فذلك آه يعني سعي في منحة منحة الأعداء سابقا اللي كان يتولى كبر هذه الجريمه اللي كان يمشي في تكسير القدوات هي مؤسسات عالميه معروفه, معروفة ماسونيه صهيونيه عدوه للمجتمعات المسلمه والاخلاقيه ثم بعد ذلك انتقلت انتقلت, انتقلت هذه العدوه من هذه المؤسسات العالميه الى بني جلدتنا من الناس اللي يدعوا الحداثه حبي يجيبوا واحد الحداثه ماهيش ماهيش حداثه, مهيش مهيش حداثة ويتهمونا الاعراف والقيم بالرجعيه وصلت هذه الناس اليوم اليوم الاخطر من ذلك انه انتقلت من هؤلاء الناس الى الى حتى رواد المساجد فاصبحوا يتهمون الائمه ما تمشيش مور هذاك ما تسمعش لهذاك ما تصليش هذا فهذا كله ي... كله يصب في مخططات شتيت. الاعداء الجهنميه اللي هي كسر القدوات من اجل هد مقومات المجتمع من اجل ان نعيش في في فوضى نعيش في في في, في... 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 تخلف عظيم جدا تولي يولي هناك مسخ في المجتمع الشباب لا يعرف هويته لا يعرف لمن لمن شكون يتبع لمن يسمع لا يدري فيولي وسائل التواصل الاجتماعي هي هي اللي تقنصه ويولي هو يتبع فيها فتخرج لنا اشكال عجيبه غريبه مم. تخرج لنا سلوكات فيها مسخ عظيم جدا في الهويه في الثقافه في التفكير حتى في الكلام حتى في الاحترام حتى في تشتت الاسره الى اخره من الافات فلذلك لابراز القدوات والعنايه بهم واحترامهم وتوقيرهم امر خطير جدا وامر مهم جدا لا ينبغي ان يكون في اولويه اولويه تكون اولويه الدوله بمؤسساتها التي ينبغي ان تحرص على ابراز القدوات وتعزيز مكانتهم واكرامهم وبعد ذلك حمايتهم من كل تنقيص وتجريم اي تهكم ليمس لي القدوات اللي هي مقومات المجتمع ثم لابد على, على لابد على المجتمع ايضا انه يسير في هذا الفلك مساهد. ويعرف يعرف لعلمائه قيمته حتى لا يندم لانه احنا احنا دائما حتى يموتوا العلماء باش نقولوا يا ليتنا يا ليتنا بل بالعكس لازم لازم ينبغي, ينبغي ينبغي تقييمهم وابرازهم واعطائهم المكان اللازمه حفاظا على استقرار هذه هذه الامه شيخنا على ذكر الناس اللي ت... الشباب اللي يتناولوا المخدرات اليوم راهم الدوله راهي في هذه الظاهره ويعني بكل الطرق هل تشوف باللي لازم لهم هذا الشباب يعني انهم يرجعوا الى الى اه 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 تقديم دروس في الدين من اجل اه يعني ابراز هذه القدوات الدينيه تحت ساهم في انهم يتجهوا الى طريق اخرى ويتاخذوهم كقدوه لهم على عكس واش راهم قدوه من مواقع التواصل الاجتماعي من مغنين وايضا من من قدوات كما قلت يعني ما تناسبش هو اه ديننا ومجتمعنا ايضا نعم لان حقيقه اليوم المخدرات هذه اللي وصلت الى الى الجامعات والى الثانويات والى المتوسطات واحيانا حتى الابتدائيات للاسف الشديد معناها معناها رانا في خطيره جداً, خطير جدا اذا فقدت الامه شبابها فقدوا عقولها فالى اين الى اين نسير؟ وين رايحين وبدون بدون عقول؟ فالان هذه المخدرات اليوم باش نعالجوها لابد ان لا نعالج الاعراض لابد ان نشخص ونعالج السبب الحقيقي اللي لهذه النتيجه تاع يوصلوا لها ابنائنا فمن بين من بين اهم العلاجات هو ان نعتني بالقدوات ان نعزز مكانه القدوات في نفوسهم ان نبرز نبرز هذه القدوات لهم ليتبعوهم فيكون في ذلك ملاذ وحمايه لهم لابد ان هذا الابناء يعرفوا باللي الجزائر فيها علماء وفيها ناس اكفاء وفيها نخب قويه جدا دينيا وتربويا وسلوكيا فاذا ربطناهم بهذا الناس فقد فقد حميناهم حمايه كبيره جدا بالاضافه الى 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 حلول اخرى تجتمع فيها يعني عدة مؤسسات الدولة والمدارس والمجتمع المدني والمساجد وما وما إلى ذلك جميل جدا شيخنا نرجع الى فقط كنقطه الى سؤال تفاعلي حطيناه على الصفحه الخاصه بقناه الشروق الاخباريه ناس بزاف راهم يقول لك الصلاه والراحه يعني هل تشوف باللي مجتمعنا اليوم لا خوف عليه لانه كامل الناس راهم متمسكين بصلاتهم يعني الجزائريين صراحه يعني حتى انتم مشاهدينا الكرام تقدروا تروحوا تقراوا التعليقات بانفسكم يعني كامل يقول لك صلاه 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 وقراءه القران صلاة, صلاه صلاه على النبي ما شاء الله يعني تبارك الرحمن هل تشوف باللي مجتمعنا اليوم لا خوف عليه ولا العكس رانا نشوفوا في ظواهر غريبه تنخر في المجتمع لازمنا نخافوا على هذا المجتمع طبعا احنا احنا في احنا الجزائريه امه مسلمه والامه المسلمه يعني الحمد لله رب سبحانه يعني وعدها بانها لا تفنى ولا تنقرض ولكن قد تمرض وقد تصاب ببعض الازمات ولكن سرعان ما, ما تستفيق وتنهض وتقوى والحمد لله اليوم لأن يعني الشباب اللي راهم في المساجد يعني نحمد الله سبحانه وتعالى و المساجد في الجزائر يعني على غير على غير بعض البلدان كثيره يعني, يعني عامره كبيره كثيره وعامره مم وعامره بحمد الله تبارك وتعالى رغم انه مازال هناك نقص يعني لانه 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 الصلاه ماهيش غير يوم الجمعه وانما في كل ايام واوقاتها محدده وينبغي ان نعتني بها حتى لما نكونوا خدامين ونكونوا مشغولين هذا الذي ينبغي ان يعتني به الشباب اليوم وهذا الشباب اللي راهم يشوفوا باللي حقيقه الراحه في الصلاه والامان في الصلاه وهداهم ربي لهذا الخير عندهم واجب هما ان ان يؤثروا في اصدقائهم في زملائهم في اصحابهم في احبابهم ولازم يجيبوهم معهم للجامع لازم يدعونهم هذه الدعوة الطيبة يعني ينصحونهم القدوة, القدوة تكون القدوة تكون من من الرفقة, الرفقة, من الرفقة نعم من الرفقة فنشكل نشكل رفقة آمنة رفقة ناس تاع ناس في الجامع ناس يحشموا يخافوا ربي سبحانه يبتعدون عن هذه المخدرات فتكون هذه الرفقة فيها فيها الأمور المباحة فيها القصرة فيها التحواس فيها السهرة ولكن, ولكن ولكن في الحدود في الحدود فنكون رفقة كل رفقة تكون رفقة طيبة ينتشر الخير في المجتمع ويستقر ونكون في منأى عن هذه المخططات التي يقودها الأعداء من أجل ضرب القدوات وتكسير المجتمع وهدمه طيب شيخنا على ذكر القدوه بما انه اليوم رانا نحكوا على القدوه وحنا قدوتنا خير السلف شكون تشوف اليوم مسؤول في المجتمع على توجيه ابنه ربما لا توجيه الطفل في المجتمع على اختيار القدوه ديالو هم الوالدين هل المدرسه هل المجتمع هو اللي يوجه الطفل اليوم في اختيار القدوه بكل صراحه المواقع التواصل الاجتماعي نعم نعم الحقيقة, الحقيقه اليوم انه الغالبيه اصبحت مواقع التواصل هي المؤثره في في سلوك اولادنا سواء في اختيار القدوه او في اختيار اختيار نمط الهوايات يعني ونمط الحياه آخره ولذلك لا بد علينا انه لا ان لا نترك هذا هذا الهاتف يعني يسرق منا اولادنا ويهجم علينا في بيوتنا كل حاجه عندها حد فتبقى مسؤوليه الاسره مسؤوليه الاولياء مسؤوليه صح عظيمه جدا جدا يوم القيامه يسال عنها والاولياء اذا كان اولادهم راحوا للنار واش من فائده عندهم واش من ربح ربحوا هذ الاولياء الاولياء اذا ما نجحوش اولادهم في الدنيا فكل نجاح في مجال اخر في الدراسه في التجاره في المناصب فهو نجاح مو نجاح قاصر نجاح منقوص غير كامل فينبغي ان نستثمر اكبر اوقاتنا واكبر اموالنا واكبر جهدنا في اولادنا باش نحميهم من كل هذه الاكراهات وهذه الضغوطات ثم المدرسه ايضا لا بد على المعلم ان يكون رساليا ما يكونش موظف يجي يدير الدرس ولا يهمه الاطفال قراوا ولا ما قراوش فهموا ما فهموش دخنوا ولا دخنوش سلوكهم سلوكهم سيء لابد ان يعتني على التربيه لانه التعليم مربوط بالتربية مربوط بالتربيه صحيح. ثم كذلك المساجد دورها انها تفتح المجال لاولادنا من خلال حلقات القران الكريم ودروس الفقه باش تتكامل هذه المؤسسات الاسره والمدرسه والمسجد لحمايه المجتمع وبذلك نفوت على اعدائنا مخططاتهم هم يريدون باش يكسروا الاسره والمدرسه والمسجد ولا النخب الامام فنحن العكس تماما نحن نعمل على تقويه المدرسه والاسره والمسجد نعمل على على تكريم الام الماكثه المربيه في البيت نكرمها بكل انواع التكريم المادي والمعنوي ثم نكرم المعلم ونعلي من قدره الى اعلى اعلى مرتبه في المجتمع ثم نعلي من خيمة الامام نعلي من قيمه الامام ونكرمه ونحتفي به ونحضره في مجالسنا في بيوتنا في الفاتحات في الخصومات في الافراح في الاقراح دائما نقدمه هو الاول باش اولادنا يتربوا على انه الاول في المجتمع هو هو الامام وبذلك نفوت الفرصة على بعض الناس اللي ما حشموش ولحقوا تجرؤوا على الإمام لأي سبب كان هذه الناس نقول لهم إذا ما خفتوش من ربي سبحانه خافوا خافوا أنكم تديوا المجتمع تاعكم للهلاك راكو تبعوا راكو تنفذوا مخططات الأعداء بدون أن تشعروا فخافوا رب سبحانه وأرجعوا لهذه النخبة ولهذه القدوة مكانتها سوف ينصلح المجتمع باذن الله تبارك وتعالى. شكرا لك شيخنا انا معدي كل ما عندي حتى كلمه نضيفها مور كلامك الموزون الاكثر من رائع شكرا على هذا الاطلاله وشكرا على ما قدمته دائما ما نقول شكرا على وفائك لجمهور برنامج الشروق مورنينغ بدايه موفقه وجمعه مباركه لك شيخ. أمين. امين بارك الله فيك اجمعين. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام اللي ورفقتنا طيله عمر البرنامج شكرا على تفاعلكم شكرا على التواصل الدائم عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ان شاء الله كنا خفاف عليكم بقية يوم جميلة أيضا بداية يوم موافقة للجميع وجمعة مباركة للجميع طلاب الزفر وحكم وفي أمان الله